هذا تومي، لا تروح لا تركضي، شفتي هذا تومي؟ شفتي عاد لحقت، انت حجرتي اي، بس انت حجرتي نفسك انت الحين. خلاص الحق 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 الحق، جيبها جيبها لا ينفرط عقلها. والله راح يا جوجو، يلا تعال الحديقه. السلام عليكم، تحديات العائله طبعا، وطرقه الكلب على جوجو، وتحب جوجو، امسك امسك يا جوجو، اجج الحاش الحاش الحاش، والله يا جوجو قمر. او يحب ليلى، يحب ليلى، هذا حقي والله يا ام. تعالي تعالي وراي، تعالي عندي، تعالي عندي، تعالي عندي، ما يجي ما يجي ما يجيت، والله يا هو حب الجوجو، يا يحب مطارد الكلب. ها وقف طبعا الكلب ما تعب لا الحين، هذا هي اي، وقفي انت، وقفي يا جوجو، وقفي، اذا ركضتي هو يلحقت، هو خلاص هذا هو وقف يا متابعين تشوفونه، هذا تومي، لا تروح لا تركضي، شفتي اذا وقفتي ما يلحقت، واذا قعدتي تركضين يحب مطارد، هو يحب مطارد الكلب. ها وشو؟ لا 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 تحط تومي ولا شيء، خلي الكلب ياخذ راحته وهي هي تستانس. شوفوا جوجو والله خايفه، تخافينها ما يسوي شيء، شوفي ترى بيمرت، ها بس ها شوفي، شفتي لا تركضين، شفتي لو تركضين يلحقت، هو ما يلحقت هذا واقف، ها شوف ليلى تعرف له ما شاء الله عليها، خلاص هذا شفتي عاد لحقت، ها لحقت، خلاص عاد ما نقدر نجيبك الحين، انت عاد انت رقيتي فوق، انت حجرتي اي، بس انت حجرتي نفسك انت الحين، انت حجرتي نفسك، تنادي نادي يا ليلى، نادي تعال تعال، ها شفتي جاء جاء ليلى، ها شفتي ما شاء الله، ما شاء الله يركض، يلا انزلي انزلي يا جوجو، يلا يلا انزلي يا جوجو، يلا شفتي اتي، ليش تخافين من الكلب؟ اتي عض ليلى، عض ليلى، يلا يلا على الحديقه، يلا اكبر خفتي، خلاص انت لحقتي، خلاص الحق 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 الحق، جيبه جيبه لا ينفرط عقلها، الحق جيبوه، وانت خلاص جيبه جيبه، سكرت الباب، طيب جيبه جيبه، خليها يلعب بالحديقه، جيبه جيبه، خليها تطلع جوجو، يلا يلا نروح الحديقه الحين نلعب فيها يا متابعين. ها يضحكك ما شاء الله عليك، هذا هو جا 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 جوجو، يلا 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 يلا، تعالي تعالي ليلى، خذيه 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 وجيبي بالحديقه، يلا يلا. والله راح يا جوجو، يلا تعالي الحديقه، والله والله راح، والله راح، والله يلا هاي خذيه خذيه، لا لا ما تحطها، لا خلينا نلعب فيه بالحديقة، يلا يلا خلينا نلعب، جيبي 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 ليلى، ليلى طب طب، أنا الحين بنشيلها ونوديها الحديقة، وتجي جوجو معنا الحديقة، يلا تعالي يا جوجو، ما شاء الله عليك جوجو، ساكتة خايفة خوافة جوجو. طبعا هذا احنا طلعنا الحين مع المستودع، رايحين الحديقة وجوجو وراي، طبعا تمشي طب، بسم الله الرحمن الرحيم، اقطعوا الآن، خذوها ودوهن الغنم، حطوهن عند الغنم خلاص، عشان يستنسن هناك زين، اي خلاص برد الجو الحين، الحين الظهرية هو بارد الجو، ما شاء الله شوفوا 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 ها، وليلى وين راحت جوجو؟ جوجو وين راحت؟ خافت من حول اللقطة وهو بساس، الحين الحين خايفة جوجو والله ما ادري ايش خايفة، تعبتي ها شفتي يوم وقفتي، شفتي يوم وقفتي بابا جوني على خوافة يا بابا، ما والله شفت الكلام، قفت من الكلب والحجرون يمين يسار امساس، خذي خذي، راح جيب الماء، راح جيب الماء، راح راح جيب الماء، المفروض يا ليلى ان تمسكين تومي، لا لا الا يا بابا علشان ما تخاف، عشان ما اي عشان ما خلاص يا بابا، خلاص ان شاء الله باذن الله، انا قلت رقت كلهم قشهم وهذا وده مازن، خلاص تمام، انت تخافين من الكلاب؟ والله انت تعبتي، ها جابت عماد، ما شفتي ما قصر عماد ما شاء الله تبارك الله، ها شوف الكلب، البس هذاك النمري، ها يلا يلا عطنا عطنا المويه، بسم الله بردي على قلبك، لا تشربين الحين خليه شوي وبعدين اشربي، انت تشوفين ليلى في المدرسه يا جوجو؟ ايه بس انا ما اشوفها، ايه ما اشوفها، شلون ما تشوفون بعض؟ ايه بعض الاحياء، شلون يعني ذي ما جت؟ شلون؟ في اقسام لولو تقول لازم تلعبوني يجي بكره، ليش؟ شو ما تدري؟ بكره احنا بنغيب. اي بكره السبت لازم تغيبون. صح؟ صح ولا لا يا ليلى؟ طيب هل انت خايفة من الكلب ها؟ جا 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 ما جا ما جا ما جا ما عليك ما عليك الحقت الحقت راح 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 امسك راح امسك الكلب لا يغمى عليها راح راح امسك الكلب. انا خلاص الكلب يروح المازن ترى خلاص الا الا والله بيروح المازن خلاص يا بابا ما عاد جالس هنا الكلب ان شاء الله هذا الحديقه هذه لازم المكان هذا لازم ننظفه هذا باقي له ثلاث باقي له تقريبا حدود
اقل من 3 اسابيع. هذا هو الجاك الكلب عشان نشوف الشجر طلع ولا ما طلع. ها شوف 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 تشوفونه؟ شوف الجني، شوف الجني. هذا ما هو بجني كلب. تبكي جوجو هناك؟ اي تبكي والله والله. هم بعد حتى هناك حجروا القطاوه. يا ساتر بنروح نشوف القطاوه. مره قطاوه ومره بسسه. وذنا الحين الله اكبر. نبي خلاص لحظه. هذا كلب. وين جوجو؟ جوجو وينها؟ وين البرميل اللي كان هنا؟ وينه؟ ما شاء الله هناك وديتوه. راح جوجو؟ راح جوجو ولا وين بتروح؟ لا لا ما هي برايحه. وينها الحين؟ خلينا نشوفها عشان خلينا تلعب مع الكلب. طبعا سكرت على روح جوجو في المجلس والله. بس تسكر بابا. خلاص خلاص ليلى. ودي 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 حطي في القفص. يلا 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 حط. الا لا الا حطي. روح روح شيله شيله حطي. قسم بالله عند احس. راح ما احب ما في. خلاص الكلب وديناها. لا 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 تمزح عليك. الحين انت تخافين من الكلاب وانت هذا كبرت. طيب ليلى اصغر منك شوفيها ما تخاف من الكلاب. شفتيها؟ طيب ليش انت تخافين من الكلاب؟ عشان يلحقني وسريع. يلحقك سريع؟ انت تركضين اصلا. انت تركضين. ليش تركضين؟ ايوه قبل كان سريع. والحين؟ قبل كان سريع شوي الحين سريع بقوه. لا خلاص ما عليك ليلى. لا تقولوني. ما في ما في والله. وده وده والله وده عماد والله. هذه ما هو شو اسمه؟ هذه سارة. هذه كلب صغير. ها شو تلحقها؟ تعبتي؟ شيء تصير عندك لياقة. خليها تصير عندك لياقة. تصيرين مرة قوية. ها شوفي ليلى ما شاء الله تحب سارة. سارة اي صار سريع. خلاص ايش تبي تسوي فيه؟ وانا عمت خلاص هذا كلب. خلاص انا بيروح المازن الكلب. انت خلاص ما عاد هو جالس عندنا. اي والله عاد تجين تلعبين وبنسين الحديقة. باقي خططنا عليها بس باقي شوي ان شاء الله. انا عندي ان شاء الله عندي بعض الاشغال لازم اخلصها ان شاء الله الاسبوع الجاي واللي بعده ان شاء الله نبدا نرتب الحديقه انا وانتي وجوجو. انا وانتي ولانا وش اسمه ولولو وليلى وليلى. لولو لا ما تجي لولو بيتي. لا لا لازم تجي ولولو لا عيب. لا لا ولولو وش اسمه وميمي وشفا ان شاء الله باذن الله. شفا مين؟ شفا صغيره. ما هو بشفا اختت. خلاص حطيناها حطيتها في القفص. خلاص يلا روح. ايه اسمها لوجي. لا شافها شافها شو اسمها بنت عمت اخت ميمي. ايوه ما هي ما هي ب لوجي. ايوه لوجي. ايوه لوجي. هي صغيره تاكل ايس كريم. لا يا بابا ما تاكل ايس كريم. اي ما تاكل ايس كريم انت بس. اي تناقزين عندها. لكن انا اشوف يا متابعين ان شاء الله لما نخطط رفع الحديقة تبي تكونون انتم معنا وتخططون معنا وش نسوي وش ما نسوي. ولا تنسونا من الدعم واللايك والاشتراك وكل شيء. واهم شيء اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك ونشوفكم على خير.